ادري عن الساحل. سلوى تروح. سلوى انت شنو فزتي؟ اسراء حبيبتي انا فزت ب 50 وفزت الله يسلمك في كنا متاج. حلو. هل انت اليوم راح تشوفين جائزة؟ هل اليوم راح اعطيك جائزة بس تشوفين شنو؟ بس تخلصين لعب مع اسراء بصدمك بالجائزة الحلوة حقك. يلا ان شاء الله. يلا انا ادري ان ما راح تقصروا انتوا الاثنين معي. فعليك ما نقصر معاك. يلا بدينا نلعب. سلوى حلوي. يلا يلا. في اي محافظة تقع منطقة السرة؟ واكيد في العاصمة. السرة بالعاصمة. الله عليك يا اخي وركسونا وياها. والله ركسونا وياها يا سلوى. ركسونا. الله عليك. والله انت خطيره. والله انت خطيره. فزتي انت. فزتي انت بس خلاص فزتي. ترى ترى احنا على فكره ما غششناك. انا واسرار ما غششناك. ها؟ انا واسرار ما غششناك. ما اسمع. انا واسرار ما غششناك كلش. ما نغشش احد احنا. ادري اصلا انا اعرف السر بالعاصمه. بس هذا. وبعدين على فكره يعني احنا احنا يعني احنا نعرف ان انت مصحصحت لنا صح عشان تفوزين صح مو كذي؟ يا هلا والله محمد ما قصرت. بديت روحك. سمعي الجائزه يا سلوى. سمعي جائزتك. جائزتك طويله العمر. امس اسرار خيتي راحت هناك ويابتهم ايه؟ وياها. شنو يابت لنا؟ يابت لنا ايه؟ من المصممه الكويتيه خديجه البصمات. ولا تطوفك يا سلوى العبايه. ذيك العبايه اللي تاخذ القلب تشلع القلب الشيء الذرب الشيء القوي. ويخلي لك امك امل ان شاء الله. انا اقول لك من عندي روحي يا سلوى وانت ايه؟ فايزه من عندي ومن عند اسرار. ايه؟ جائزة جميلة جدا. عباية من المصممة الكويتية خديجة البصمان بقيمة 150 دينار. عباية ذربة تكشخين مع النساء طبعا بالعيد وبعد العيد وبكل وقت. واكيد انت اللي راح تحلينها اكثر واكثر يا سلوى. مشكورين. تستاهلين. بديت روحك يا قلبي. الف مبروك. الف مبروك. تستاهلين. تستاهلين. خلي التلفزيون شاهد صراحة. بديت روحك. وشكر لكم صراحة والمخرج. بديت روحك. والطاقم كله صراحة. واحنا شاكرين لك. ترى على فكرة يعني ترى المعد قاعد يقول ابو جاسم قول له انا بي وياكم باكر على الفطور. قلت له مو مشكلة. من عيوني. والمخرج محمد النجدي يقول بعد هم انا عاوز كوارع. قلنا له اوكي تي ويانا. ها مصورين. يلا اوكي. بديت روحك ويطول بعمرك ان شاء الله يا سلوى. طول عمرك يا اسراء ومشكور يا محمد. اف عليك ما طلبتي شيء. احنا قاعد نلعب عشان نفوزكم مو عشان نخسركم. الله يخليكم. بديت روحك. تستاهلين. يسلمك ابوي. مع السلامه. مع السلامه. نقول طبعا الو ثاني حق اسرار. بسرعه اسمع اسمع الاسم. الو 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 هلا جاسم سالم. اي نعم. سالم يا سالم. سالم وصل سلامي. الله الله للي نساني. عاشوا انا وياك شام. جاسم. يا ابو جاسم. يا ابو جاسم. انت جاسم سالم ولدك محمد ان شاء الله. ايه الله يخلي لك اياه ان شاء الله يا رب. فديتك. تفطرت عدل اليوم ولا شكلك ها نفس كل يوم ما تفطر وتطلع؟ توني متفطر ومتقهوي بعد. يا ابوي زين كان جبت لنا شي بياله على الماشي شي مع تمرتين. فديت روحك. فديت روحك. انا اكثر اسمع انا اكثر مذيع اي حد ياكل ويشرب اقول له باكل معاك. ومسكين ما ياكل ولا شيء. وكلش انا ما اكل يعني من كثر ما انا ما اكل وايد ضعفت وايد ضعفت. عادل عادل. فديت روحك. زين خيي يلا بلعب معاك وابيك تجاوب وتصحالي صح عشان تفوز صح. اوكي ان شاء الله. يلا خيي سؤالك كم قطعه في الزهراء وعطني الاجابه وعطني التايم. وطبعا احنا ما راح نغششك الا بنهايه الموضوع اذا ما عرفت. شوف بسوي لك قطعه في الزهراء. لعبه حسابيه. الزهراء الزهراء. شوفني 5 زائد 4 8 9 9 ناقص 1 9 ناقص 1 8. الله عليك يا اخي وانت فايز. الله عليك انت فايز. بديتك وركسونا. الله الله حبيبي يا جاسم. تعال يا جاسم سالم مو تسالم ان شاء الله يا رب دوم بعد راسي. فديت روحك. يسلم راسك خيي طويل العمر. هلا اخوي. روح كوبون تاجيل سيارات فخمه لمده يوم بقيمه 175 دينار تستاهلها. هذه حقك انت. حلو. هي عشان تدوس بالسياره وتاخذني وياك. يسلم راسك. وكوبون صحي سيدات بقيمه 50 دينار هذه حق الوالده او حق مدامتك. حلو. بعد راسك. فديت روحك.
من بيوتك، هذه طبعا حق الوالده او حق مرتك. الثانيه شربك حق مرتك شربك اكيد كبو صحي من اسبوع عندهز بقيمه 50 دينار. شربك 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 يلا 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 مبروك عاشا والخاتم المعين حبيبي فديت روحك على راسي يا جاسم. طبعا شكر خاص اكيد حق المذيع المخضرم ابداع حسهلي اللي توه من ساعه كان متواجد عندنا هنا. طبعا يا زين ما شفت قالك وشربك شربك شربك كذي مره واحده ومن شافها فديت روحك يا ابداع حسهلي. انا طبعا اسميه السفاح لانه صدق يعني من المذيعين السفاحين. وباكر باكر غدا نلتقي في دوره شملان الحساوي لان باكر راح نلعب مباراه جميله جدا يعني. يلا انا بعدياكم اكيد واكيد يعني راح يكون عنده حلقه اليوم جميله يكرم الفرق اللي فايزين فيعني يستاهل صراحه كل خير ابداع حسهلي. وانا صراحه من الناس اللي معجبين فيك يا ابداع حسهلي لانك انت مميز جدا صراحه. يعطيك الف عافيه. شكرا ما تقصر قاعد تحرجني جلاد ادري اني مميزه جدا. انت مميزه اساسا انت الميزه اللي فيك ان انت تتش ان انا تتش حساسه جدا تتش تتش شفت شلون انا تاتش مشاهد. تعالوا اقول لكم مشاهدينا اذا نزل ترتش جديد بلغونا لان وايد عاجبنا بنشتري. مشاهدينا طبعا عشان نذكركم باتصالات وراح تفوزون معنا ترتش ليد وبلاك بيري بورج ديزاين بالاحلام. كل اللي عليكم تدزون حرف دريم او حلم على 1521 على الوطنيه و 93312 على زين 50129. تبون تفوزون سياره تبون تفوزون طياره بورج جي كلاس كل اللي عليكم او تفوزون شاليه تملك على البحر على البحر اي هيلتون مالك الا تشارك فيها او خارج الكويت ما عليكم الا انكم تدزون مسج حلم او دريم على الارقام اللي قلت لكم. وكشخ منطرني اكيد انا يعني انتم برعايه كشخ منطرني وحبيبي وحبتين ونص لوزه لكم. طبعا احنا اهم شيء رضاكم ونسمع صوتكم ونلعب وياكم دمائنا يعني احنا اكيد والله مستانسين بشهر رمضان الفضيل وياكم. والله العظيم فكرتنا من موضوع البرنامج انه ما نخسر احد. وصراحه انا واسرار يعني ما ودنا نخلص رمضان لانه صراحه اذا خلص رمضان تصور لو خلص رمضان بعد نيفيجيشن شنو راح يصير ماكو اخر يوم رمضان راح يكون قرعه وما عندي رموش شعري راح كله قرعه وعيوني ما صار فيها من اللي بيقرعش من اللي بيقرعش كل يوم اسوي شعري سشوار انزين نقول وراح احي لكم من غير شعر ولا رموش نقول الو 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 السلام عليكم. سلام ورحمه. تعال 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 معكم مها. مها من منو؟ ازيك يا مها عامله ايه؟ الحمد لله تمام. انت مها حسين انت من مصر؟ نعم انت من مصر؟ من مصر. مصورين احلى صفقه حق مصر. اسمك كويتي بس انت يعني مصريه يا محاسن الصدف وربنا مولوده في الكويت ومتربيه في الكويت. ما شاء الله ما شاء الله عيني عليك يا عيني عليك. طب ليه ما بتتكلميش كويتي؟ معرفش ما بتعرفيش بس عارفه احلى حاجه فيك ان انت بتتكلمي مصري لانه ربنا انا واسرار يعني بنحب المصريين جدا فربنا احنا انا بحبهم ومخرجنا ومخرجنا محمد الناجري مصري وكل المصريين وطاقم العمل هنا مصريين. طب وحياتكم كده عندي يا مصورين كلكم سفعوا يلا عاوز اسمع سفقه من المصريين. الله الله يا مصريين الله. بصي انت هنا في يعني قناه الشاهد في قلب المصريين وفي قلب الحدث. الله يخليك الله يكرمك. حتفوزي حتفوزي حتفوزي. نعم شنو كان فطوركم اليوم؟ بلاش لا قولي قولي شنو قولي قولي ورق عنب وملوخيه ولحمه. الله بصي ملوخيه في الارانب ملوخيه في الارانب ولا في اللحمه ولا في الدجاج قولي في الارانب ولا بالدجاج ولا في اللحمه يا مها؟ باللحمه. الله لحمه يا يما قلبي ايش فيه قلبي؟ لحمه انا قلت لك بلاش صدق بلاش المفروض ما تجاوبين مها. بصي مها انا بكره انا واسرار معزومين هنيجي نعشي عليكم. بصي انا بكره انا واسرار معزومين على الفطار في الجبريه عند مدام سلوى اوكي بس خنخلص وهنحلي عندكم خنخلص من عندهم ومش هنيجي البرنامج ونيجي عندك على السحور اوكي؟ على الفنطاس نجي لك الفنطاس. لا 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 مش هنيجي السحور. لا يا محمد بكره هناخذ اجازه مصورين باكر انتوا اجازه مع المعد باكر احنا نروح نلف عند سلوى الجبريه راح نخلص راح نروح عند مها الفنطاس نروح ناكل عندها الفنطاس نشوف السحور عند منو. حلو بس يعني احنا بكره حناكل بس ناكل بكره مشاهدينا ما في برنامج ترى باكر احنا معزومين عند المتصلين. يلا نلعب نلعب معاكي ماشي يلا بعطيك اسامي ثلاث شوارع تعطيني وين مناطقهم. يلا نبلش وين؟ يلا. يلا شارع احمد بن حنبل وشارع الجهاد وشارع جاسم بودي. بصي وركزي معايا بصي ركزي معايا هنا تعالي 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 هنا تعالي بسرعه 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 تعالي تعالي مها ايوه الشارع الاولاني في منطقه اسمها الرومسيه الرومسيه. الله عليك وربنا انت مصحصحه لي صح عشان تفوزي صح. اسمعي الثانيه والشارع الثاني بمنطقه اسمها عدليه العدليه ماشي حلو والثالث بالمرقعب بالمرقعب. الله عليك وانت فايزه
ورقصونا رقصونا. ودي ودي حكي ودي يلي يلي انكرت ودي تحكي انت وانا اسمع ويجي على خدي معك ولا معك ولا هذا الحكي الدولة دولة احب غيره غيرك انا عندي. ودي حكي ودي ودي يلي كانت ودي ودي تحكي انت وانا اسمع ويجي على خدي معقولة معقولة هذا الحكي الدولة. يا مها نعم يا مها نعم اسمعي الجائزة اللي انت هتاخديها جائزة جميلة جدا جائزة جميلة جدا جدا وهتكوني مبسوطة هتفرحك هتفرحك وهتفرحي وهتتبسطي انت والعيال اللي جنبك الله يخليكم الله يكرمكم يلا مها فزتي معي سيارة عشان تروحين ويا عيالك ولا خواتك بعيد تستانسون تغيرين جو سيارة فخمة جدا بقيمة 175 دينار لمدة يوم تاخدي يوم من الموتر تاخدي بورش ولا تاخدي فراري ولا تاخدي أي عربية كذا حلوة اوكي زائد كوبون صحيح ساعة من سبا اند هيلث بقيمة 50 دينار ده جنبيكم ها بالفحيحيل يعني جنب الفنطاس يعني حاجة حلوة سبا اند هيلث ده 100 شكرا لا استني لسه انت هتخلصي استني انت ما خسرتيش انت فزتي اسمعي اللمبي قال اعمل الحاجة أنا. اللي نفسك فيها انا ما انت كده كده ميت ايوه بص اعملي نفسك ميتة ولا مبرمجة ولا اعملي نفسك فيها ولا اي حاجة هتعمليها المهم انت هتفوزي ما تخليش ولا حاجة بخاطرك عاوزة تقتلي اقتلي لا 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 الجائزة الأخيرة خلينا نقولها يا بنتي يلا يلا الجائزة الأخيرة يا بنتي يا جميلة يا حلوة يا أنطوطة يا ما ربحتي معانا كوبون صحي نسائي من بيوتك بقيمة 50 دينار تعملي شعرك ولا رجليك ولا أي حاجة تحبيها مبروك شكرا شكرا العفو شاكرين لاتصالك ونقول ألو مبروك مع السلامة الو 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 اخر اتصال ويانا اماني اماني هلا عيونها اكيد اماني وانتم حاطين سياره من عندنا صراحة قلتي دامنا قلتي عيونها اعطيني شوف اعطيني العين اليمين وخلي لك اليسار انتي وعلى قولك هذا شيبوب ما شنو تيجي اقلع لك عين وتقلعي لي عين ونصير عوران احنا الاثنين ايش رايك؟ تستاهل اثنينهم تبين لا لا يبا لا الله يخلي لك عيونك والله لا تفوزين لازم تفوزين لازم تفوزين اماني هلا عيونها بس كذي يا ربي انا بقعد من عيونها انا اتعب تقولين عيونها انا اتعب انزين اماني شنو كليتي؟ ما تفطرت عدل ما تفطرتي عدل ليش؟ ليش؟ حتى انا اماني تعالي 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 اماني تعالي تعالي ليش ما تفطرتي؟ تعالي 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 قربي بعد بعد تعالي بعد ليش ما تفطرتي؟ وثبت لي كذي عشان اسرار تكون وراي بعد مره واحده قاعد اغلد اسرار آه هي مسوية رجيم بس هي مسوية رجيم عن شنو؟ آه هي مسوية هي مسوية هي مسوية رجيم عن الشغلات اللي فيها دايت بس هي تاكل كل شيء لا شوفي اقول لك شنو تاكلين؟ سمعي سمعي شنو تاكلين؟ كاميرا كاميرا معاكم الدكتورة الصح للأجسام أسرار الحجي أسرار تموتكم سمعي يا أماني أسرار إذا ودك تموت وودك يوقف قلبك ما عليك إنها تسمع نصيحتي حلو سمعي يا أماني تاكلين اي شيء في دهن حلو وبالذات تاكلين ال لية الخروف تعرفينها تاكلينها شي تبلعينها وخصوصا المندي وبعدي عن الاناناس والموز وهالاشياء والكيوي كثر ما تقدرين كثري بالاكل اللي فات وكثري بالمايونيز مثلا تقدرين تاكلين باستات بس مو اي باستا بينك باستا تكون ايش دعوه هذا خاش رجيم عندك ايش رايك انت؟ كنتاكي شو تسوين فيه قولي لها شوفي انا اقول لك اماني والله تدري شو تسوين؟ خدامتنا الله يهداها يعني جايبه العيد فيني تسوي لي عشاء ابيض وديها تقولي هذا الرجيم فشنو انا سويت؟ روحي الجمعيه بدل لا تروحي تشتكين بداية سنتر ودينا وليني يقصون علينا ب 230 دينار لا يرفعون علي قضيه الحين روحي الجمعيه في سكشن باي جمعيه؟ في سكشن مال اسمه دايت كير مال الرجيم والله روحي اخذي كل شيء كله مال دايت دايت كير سويت لهم دعايه انا جايه جمعيه السريه روحي اخذي دايت كير ومره واحده مر الصالون سوي لك ميني كير بدي كير اوكي؟ يلا اسراء هلا اول مره اشارك برنامج زين وبعدين وسمع الجائزه عافيه عافيه زين لحظه لحظه سمعي انت اول 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 مره اول مره تفوزين وتبين تسمعين يعني على ذوق اسرار شنو جائزتك موجود تلفون الاطفال ولا لا راح راح حسافه والله العظيم انزين انا اقول لك شغله راح تلعبين معي عشان تفوزين بعدين نعطي الجائزه اوكي اي اوكي يلا في اي محافظه تقع منطقه الرقي واعطينا الاجابه يلا محافظه محافظ ما ادري حولي لا غلط وانت خسرانه ركسوني مع اغنيه الخساره يلا الفروانيه سمعي يشطح سمعي يشطح يلا را بابا را ابن را
خسرتي شنو سوي فيك؟ تفوزين جائزة معنا. خسرتي شنو سوي فيك؟ لا عافية بعد عافية بعد.